النجاح في معركة التأمين شرط للنجاح في استكمال معركة التحرير، والأنظار المتجهة نحو صنعاء مرتقبة الفتح تتجه في الوقت ذاته نحو عدن باحثة عن الأمن، وبين صنعاء وعدن تبقى تعز في انتظار استكمال التحرير، فيما حال بقية المناطق لا يخرج عن حال واحدة من المدن الثلاث. فالواقعة في نطاق ظلم الميليشيا وظلماتها تترقب فجر الخلاص، ومن كان لها مع التحرير موعد تحقق تنتظر وعد الأمن الذي بدونه تصبح المناطق المحررة عبئا، وتصبح الفوضى الأمنية العيب القاتل لحكومة الشرعية ومشروعية التحالف. هي إذن معركة متعددة الأبعاد تخوضها الشرعية، معركة لا بد فيها من استكمال تحرير تعز وتأمين عدن، استعادة صنعاء وتحرير صعدة، معركة تستوي فيها خطورة الميليشيا التي ضربت الوطن من كهوف صعدة في لحظة حوار، مع الميليشيا التي تطعن اليمن في الظهر من عدن بعد لحظة تحرير، وتستوي فيها بالقدر ذاته مسؤولية الحكومة الشرعية ومسؤولية التحالف في مشروع تأمين المحرر واستكمال التحرير، مشروع يبدو أن ميليشيا إيران التي تستهدف مشروعيته قد ركزت ضرباتها له مؤخرا عبر نسف الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة. فإيران تدرك أن إشاعة الفوضى في المناطق المحررة هو أقصر الطرق لإعاقة استكمال التحرير وأمضى النصال لطعن المملكة. مخطط وحدهما الحزم والحسم كفيلان بإفشاله، حزم يوقف عبث الميليشيا في عدن والمناطق المحررة كافة، وحسم يسرع باستكمال تحرير تعز على وجه الخصوص والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا بشكل عام. وما لم تجد الميليشيا حزما يوقفها وحسما يهزمها، فإن اليمن والمنطقة والسعودية على وجه الخصوص وفقا للواء السعودي حسين معلوي ستكون على موعد مع دولة خمينية على حدود المملكة.